من لحظة اللي اتوجت أخذت قرار إني أكون على قد هيدا اللقب، وعقد ما بيعطيني أنا أعطيه. هلو واضح، أنا اسمي ماريو الحاج، ملك جمال لبنان لعام 2024، دارس إدارة أعمال وعمري 27 سنة. صراحة كانت الفكرة شوي غريبة لأنه شفتها ستوري على إنستغرام وما كان براس الموضوع، ونزلت وقدمت بدون ما أحضر من قبل. مين هو الملك جمال لبنان سنة 2024؟ وهو ماريو الحاج. أكيد كتير حلو الحلم وكان مفاجئ، يعني نحن كل واحد فينا كان متوقع هو اللي يربح لأنه تعبنا كتير وكان بدنا نربح، بس اللحظة اللي واحد بيتطوش فيها هي غير، يعني بحس إنه انتقل دغري لعالم تاني. قصة مستر ليبانون بالعادة كل سنة بتكون حوالي شهر شهرين تحضير، هيدي السنة كانت 6 أشهر، فاليوم الوقت الطويل خلينا نكون أكثر كعائلة لأنه كنا كتير عم نشوف بعض، فهذا الشيء أسس كتير مثل نوع من الأخوة بيناتنا. كنا كلنا كل الوقت عم نحاول نساعد بعض وكل واحد بيلاقي غلطة للتاني يقول له عنها. كنت عم فكر دغري إنه أنا وين صرت، أنا بكرة شو بدي أوعى أعمل، كيف بدها تكون حياتي جديدة. حسيت إنه يمكن أنا من هون بلشت مسيرة جديدة، لازم تعب جديد، مرحلة جديدة، مساعدات للعالم، يمكن أوقات فرص عمل جديدة. من لحظة اللي اتوجت أخذت قرار إني أكون على قد هيدا اللقب، وعقد ما بيعطيني أنا أعطيه، فاليوم كتير مركز هالموضوع، قديش بقدر أوصل رح حارب لآخر نفس. تعرضت لانتقادات كتير من العالم، أكيد ما وقفت بطريقي لأنه أنا عندي حلم بدي أوصل له، لأنه في كتير ناس بتنتقد فكرة مستر ليبانون وبتعتبر إنه الجمال أبداً منه للرجل، وهذا الشيء الغلط والمنه مزبوط. أهلي يعني احتفلوا أكثر مني، لحظة اللي اتوجت فجأة لقيتهم وراي، كتير انبسطوا وكانوا مأمنين فيي، هذا الشيء يمكن نجحني، كانوا عارفين أنا مين وكيف شخصيتي وإنه بقدر أوصل. في مستر انترناشنال هيديك السنة تنعمل وبلشنا نحضر له، بعد ما تحدد الديت المزبوط إمتى ورح نروح ورح نجيب اللقب. أنا أخذت عهد على حالي إنه مثل ما أنا أضل، يعني لقب زيادة على حياتي يمكن يغير لي بالحياة لكن أكيد ما بيقدر يغيرني أنا، فهيدا الشيء يلي كنت عم بلعب عليه وكنت مصر اني انا اكون الشخص اللي كل العالم بتعرفني وانه ما تغير.